بين التصريحات والتصريحات المضادة والزيارات الماراثونية ترتسم ملامح سباق صيني أمريكي محموم لتوسيع نفوذهما الاقتصادي في إفريقيا. فكانت جولة وزير الخارجية الصيني لبلدان القرن الإفريقي أحدث محطاته حينما فضل أن يستهل جولته بتصريحات حادة نزاع واشنطن. بكين لا تسعى للإيقاع بإفريقيا في فخ الديون، إنها قصة اختلقها أولئك الذين لا يريدون رؤية إفريقيا المتطورة. إذا كان هناك فخ فهو فخ الفقر والتخلف. وانغ يي ومن على منصة أكبر مشروع مرفأ بحري بشرق إفريقيا الممول من الصين وعد باتخاذ خطوات وصفها بالضخمة لتدعيم تواجد بلاده في القارة السمراء. محطة النفط هذه دليل آخر على أن بناء الشراكة المتفق عليها بين الرئيس شي جي بينغ وقيادات إفريقية أخرى خيار صحيح واستراتيجي. سنواصل اتخاذ خطوات أخرى من أجل التنمية المستدامة لصالح شعوبنا. أعتقد أن هذا هو ما نحتاجه كينيا. أفريقيا لا تحتاج إلى محاضرات، وكينيا وإفريقيا بحاجة إلى أصدقاء على استعداد للعمل معا لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا. طموح صيني تلقفته واشنطن سريعا، والتي فضلت من جهتها أن تعطي قراءتها الخاصة بمحاولتها العودة لإفريقيا من البوابة الاقتصادية تحت ثوب تنويع الخيارات وتعددها. أمريكا تقدم شراكات قائمة على الفرص المتبادلة والاحترام المتبادل خلافا للمشاريع الصينية. نحن لا نطلب من شركائنا الاختيار بيننا ودول أخرى بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية. لا نريد إجبارهم على الاختيار، بل نريد أن نعطيهم الخيارات. حضور صيني مكثف ومتواصل لم تنل منه مسعى أمريكية لخط أوراق بكين في أغنى قارات العالم بعد أن بات التنين الصيني ولا شريك تجاري للقارة السمراء بمبادلات تجارية تجاوزت قيمتها 200 مليار دولار بنهاية 2020.